السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم. كيفكم دايرين؟ صافا شويه غانت من ان شاء الله تكونوا دائما بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا، نشكركم على التواصل تاعكم وعلى الدعم تاعكم. الحمد لله يا ربي. هاد لي فيديو ما راناش نديروهم غير كيما هكا غير باش نديروهم، الناس راهي تستفاد منهم. بالك راكم شفتوا في التعليقات شحال من واحد كتب لنا بلي راني قدرت موعد فيزا اسبانيا او وحدي، ولهذا عاودت لكم هذا الفيديو باش نقول لكم مواعيد فيزا اسبانيا مازالنا مطالقينهم. راهي 9 قل 10، راهي 9 و48 دقيقه، دروك 48 كانوا حالين ومازال راهم يطلقوا خطره على خطره، يطلقوا خطره على خطره يطلقوا. الوقت هذا اللي راني ندير فيه الفيديو راهم يطلقوا في لي رونديفو تاع فيزا اسبانيا تاع انيلاسيون اللي كنا فهمناكم عليهم. استاذ اي واحد مازال ما كذبش ولا سي خويا ما تكرهش، قعد سي 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 حتى تكذب ان شاء الله باذن الله، ورانا معاكم خاوتي في الوقت المناسب ان شاء الله بربي يوصلكم كامل المعلومات. خطرت ندير لكم الوطار ولا سمحونا لي دورو في الماء. المهم اي حاجه اي معلومه راهي توصلكم ان شاء الله بربي. راني نهدر هاي ثاني، راهي 49 مازال مطالقين، ثاني راهو يوصلوا لي ميساج باللي مازال راهم مطالقين لي رونديفو تاع فيزا اسبانيا. دروك فين وانا ندير في الفيديو وهما يوصلوا في لي ميساج باللي مازال راهم مطالقين. السلام عليكم، بارك الله فيكم، سلام، روحوا تقدموا ان شاء الله باذن الله.